يعني ثلاث بنات لا وعزموه كمان على ايه، على غدا ولا العشاء مش فاكره، بس عزموه. يعني خليك قادر انت كمان، خلي صحابك يعزموك ولا ايه؟ راتب وخميس ويعني الوضع يعني يبغاله فعلا عزومه. شوف انت حابب مين تعزمه، كلمه دلوقتي وقول له انا عازمك على العشوة، على الغدوة، ان شاء الله على كافيتيريا الجريات. ما تحرموا نفسكم من شيء اصدقائي، يعني انبسطوا قد ما تقدروا، وبقى يعني بعدين عادي اصرف ما في الجيب وش حط بكره عادي، ماله يعني ولا ايش يا ليلى؟ ايش رايك؟ هاي يا ليلوش. السلام ورحمه الله. هلا وسهلا، اخبارك؟ الله يسعد قلبك، انا بخير والله. ونعم الله يسعدك على هذا البرنامج فرفوشة، ودائما انا اسمعك والله. الله يسعدك، من محبين برنامجك بالاساس دائما، وخصوصا فقرات حتوتة واغنية. الله 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 يسعدك، وهذا واجبي، وان شاء الله ما اكون مقصر معكم على قد ما اقدر يا ليلى. لا والله انت ما شاء الله عليك، في وحده فرفوشة الصباح وفرفوشة في المساء، الحمد لله. الحمد لله، شفتي بدايتها وختامها مسك، والخير والبركه في كل الزملاء اكيد، نوجه لهم تحيه. اكيد اكيد والله، الله يحفظك، ما يقصرون والله. الله يعطيكم العافيه ويعافي والله. قلبك، هذه شهاده نعتز فيها، وعلى راسي يا ليلى، على راسي انت وكل المستمعين. الله يخليكي ان شاء الله حبيبه قلبي. ليلى قولي لي تفضلي. حابه انه يعني نغير مودكم من الفرفشه، حابين حد كذا حاجة من عندك رومانسية. رومانسي. حاضر، ما طلبت شيء، بس أنا قبل أنا رح أفرحك أكثر وأكثر وهديك أغنية اسمها ليلى، إيش رأيك؟ أنا أحبها دائما، يقولون يعني ما غنى إلا لك يعني. شايفة حظك ما شاء الله، دقوا على ومحمد حمائي كمان يعني المفضل عندي. حظك حظك من السماء. أقول لهم خلاص من المطربين اللي خلاص لحين لحد مرة يعني. خلاص حقك، هو نمبر ون يعني. حقك تتباهي وتتفاخر إنه محمد حمائي غنالك. إيه أكيد. الله يفرح قلبك يا ليلى، شكرا لاستماعك الدائم. على رأس. شكرا على الأغنية. ولا يهمك، لا حق واجب ومبسط فيها وتفاخر. اتصلي قولي لهم شادية حطت الأغنية خص نص لي، تمام؟ لي أكيد. ليلى حبيبتي الله يسعدك. الله يسعدك. قلبك إن شاء الله يا نقعد.